إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أتتكم الساعة بغتة، بعثت أنا والساعة هكذا، صبحتكم الساعة ومستكم، أنا أولى بكل مؤمن من نفسه. من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي، وأنا ولي المؤمنين، صلى الله عليه وسلم. وبعد، فكل ما أنزل في كتابه جل ثناؤه رحمة وحجة، علمه من علمه وجهله من جهله، لا يعلم من جهله ولا يجهل من علمه. والناس في العلم طبقات، والناس في العلم طبقات، موقعهم من العلم بقدر درجاتهم يعني في العلم به. فحق على طلبة العلم بلوغ غاية جهدهم في الاستكثار من علمه، والصبر على كل عرض دون طلبه، وإخلاص النية لله تعالى في استدراك علمه نصا واستنباطا، والرغبة في إذا الله في العون عليه، فإنه لا يدرك خير إلا بعونه جل وعلا. فإن من أدرك علم أحكام الله تعالى في كتابه نصا واستدلالا، ووفقه الله تعالى للقول والعمل بما علم منه، فاز بالفضيلة في دينه ودنياه، وانتفت عنه الريب، ونورت في قلبه الحكمة، واستوجب في الدين موضع الإمامة. واضح إخواني؟ موضع الإمامة. فهو الكتاب المبين الفارق بين الهدى والضلال، والغي والرشاد، والشك واليقين، أنزله جل وعلا لنقرأه تدبرا، ونتأمله تبصرا، ونسعد به تذكرا، ونحمله على أحسن وجوهه ومعانيه، ونصدق أخباره، ونجتهد على إقامة أوامره ونواهيه، ونجتني ثمار علومه النافعة الموصلة إلى الله سبحانه من أشجاره ورياحين الحكم من بين رياضه وإدهاره. فهو كتابه الدال لمن أراد معرفته، وطريقه الموصلة لسالكها إليه، ونوره المبين الذي أشرقت له الظلمات، ورحمته المهداة التي بها صلاح جميع المخلوقات. إخواني الكرام، والسبب الواصل بينه وبين عباده إذا انقطعت الأسباب، وبابه الأعظم الذي منه الدخول فلا يغلق إذا غلقت الأبواب، وهو الصراط المستقيم الذي لا تميل به الآراء، والذكر الحكيم الذي لا تزيغ به الأهواء، والنزل الكريم الذي لا يشبع منه العلماء، ولا تفنى عجائبه، ولا تقلع سحائبه، ولا تنقضي آياته، ولا تختلف دلالاته، كلما ازدادت البصائر فيه تأملا وتفكيرا زادها هداية وتبصيرا، وكلما بجست معينه فجر لها ينابيع الحكمة تفجيرا. فهو نور البصائر من عماها، وشفاء الصدور من أدوائها وجواها، وحياة القلوب، ولذة النفوس، ورياض القلوب، وحاد الأرواح إلى بلاد الأفراح، والمنادي بالمساء والصباح، يا أهل الفلاح حي على الفلاح، نادى به منادي الإيمان على رأس الصراط المستقيم، يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. أسمع والله لو صادف آذانا واعية،
وبصر لو صادف قلوبا من الفساد خالية، لكن الواقع عصفت على القلوب هذه الأهواء فأطفأت مصابيحها وتمكنت منها آراء الرجال فأغلقت أبواب رشدها والأمر لله، وأضاعت مفاتيحها وران عليها كسبها كمان. نعم، فلم تجد حقائق القرآن فيه منفذا بل رسوم وأشكال، وتحكمت فيها أسقام الجهل فلم تنتفع معها بصالح الغذاء. وعجبا لها، جعلت غذاءها من هذه الآراء التي لا تسمن ولا تغني من جوع، ولم تقبل الاغتذاء بكلام رب العالمين ونص نبيه المرفوع صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، كيف اهتدت في ظلم الآراء إلى التمييز بين الخطأ والصواب، وخفي عليها ذلك في مطلع الأنوار من السنة والكتاب. وعجبا، كيف ميزت بين صحيح الآراء وسقيمها ومقبولها ومردودها وراجحها ومرجوحها، وأقرت على نفسها بالعجز عن تلقي الهدى من كلام من لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وهو الكفيل بإيضاح الحق مع غاية التبيان سبحانه وتعالى، وكلام من أوتي جوامع الكلم واستولى على الأمد الأقصى من البيان صلى الله عليه وسلم. كلا، بل هي والله فتنة أعمت القلوب عن مواقع رشدها وحيرت العقول عن طرائق قصدها، يربى فيها الصغير ويهرم عليها الكبير، وظنت خفافيش البصائر أنها الغاية التي يسابق المتسابقون إليها والنهاية التي يتنافس المتنافسون فيها وتزحموا عليه. وأيهات، أين السهى من شمس الضحى؟ وأين الثرى من كواكب الجوزاء؟ وأين الكلام الذي لم يضمن لنا عصمة قائله بدليل معلوم من النقل المصدق عن القائل المعصوم؟ وأين الأقوال التي أعلى درجاتها أن تكون سائغة الاتباع من النصوص الواجب على كل مسلم تقديمها وتحكيمها والتحاكم إليها في محل النزاع؟ وأين الآراء التي نهى قائله عن تقليده فيها وحذر إلى النصوص التي فرض على كل عبد أن يهتدي بها ويتبصر؟ وأين المذاهب التي إذا مات أربابها فهي من جملة الأموات إلى النصوص التي لا تزول إذا زالت الأرض والسماوات؟ سبحان الله، ماذا حرم المعرضون عن نصوص الوحي واقتباس العلم من مشكاتها من كنوز الذخائر؟ وماذا فاتهم من حياة القلوب واستنارة البصائر؟ قنعوا بأقوال استنبطها معاول الآراء فكرا وتقطعوا أمرهم بينهم زبرا، وأوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، فاتخذوا لأجل ذلك القرآن مهجورا. وها نحن مع القرآن وتأملات قرآنية في سورة الفرقان، وما زلنا إخواني الكرام مع قول الله جل وعلا في الآيات 17 و18 و19 من سورة الفرقان: ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل، قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا، فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا، ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا. وها نحن إخواني الكرام مع الإمام ابن القيم رحمه الله ورضي الله عنه من خلال كتابه المجمع بدائع التفسير، وقوله في تأويل تلك الآيات. ومن يقول الإمام ابن القيم وقوله تعالى: ومن يظلم منكم يقول الإمام ابن القيم في الآيات تحتاج إلى تفسير وبيان، فيقول سبحانه: ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله عام في كل عابد ومن عبده من دون الله، ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله
عام في كل عابد ومن عبده من دون الله. وأما قوله فيقول أنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل، فقال مجاهد فيما رواه ورقاء عن ابن أبي نجيح عنه قال هذا خطاب لعيسى وعزير والملائكة. وروي عنه وروى عنه ابن جريج نحوه. وأما عكرمة والضحاك والكلبي فقال هو عام في الأوثان وعبدتها، ثم يأذن سبحانه وتعالى لها في الكلام، يأذن سبحانه وتعالى لها في الايه في الأوثان في الكلام، فيقول أنتم أضللتم عبادي هؤلاء. فقال مقاتل يقول سبحانه أأنتم أمرتموهن بعبادتكم أم هم ضلوا السبيل، أي أم أخطأوا الطريق. فأجاب بما حكى الله عنهم في من قولهم سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء. وهذا الجواب إنما يحسن من الملائكة والمسيح وعزير ومن عبدهم المشركون من أولياء الله، يعني واضح. ولهذا قال ابن جرير يقول تعالى ذكره قالت الملائكة وعيسى الذين كان هؤلاء المشركون يعبدونهم من دون الله تنزيها لك يا ربنا وتبرئة مما أضاف إليك هؤلاء، تبرئة لك يا تنزيها لك يا ربنا وتبرئة مما أضاف إليك هؤلاء المشركون، ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء، ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء نواليهم بل أنت ولينا من دونهم. وقال ابن عباس ومقاتل نزه الله وعظموه أن يكون معه إله، وفيها قراءتان أشهرهما نتخذ بفتح النون وكسر الخاء على البناء للمفعول وهي قراءة السبعة، والثانية أن نتخذ يعني بضم النون وفتح الخاء على البناء للمفعول وهي قراءة الحسن ويزيد ابن القعقاع. فإن قيل فقد صحت القراءتان لفظا ومعنى، فأيهما أحسن وأبلغ في المعنى المقصود والبراءة مما لا يليق بهم، فإنهم على قراءة الضم يكونون قد نفوا حسن اتخاذ المشركين لهم أولياء. وعلى قراءة الجمهور اللي هي الأولى قراءة السبعة يكونون قد يعني أخبروا أنهم لا يليق بهم ولا يحسن منهم أن يتخذوا وليا من دونه، بل أنت وحدك جل وعلا ولينا ومعبودنا، يعني فإن لم يحسن بنا أن نشرك بك شيئا فكيف يليق بنا أن ندعو عبادك إلى أن يعبدونا من دونك. وهذا المعنى أجل يعني من المعنى وأكبر، فتأمله كما يقول ابن القيم. والمقصود إخواني الكرام كلام ما زلنا مع كلام الإمام ابن القيم، يعني والمقصود أنه على القراءتين، فهذا الجواب من الملائكة ومن عبد من دون الله من أوليائه. وأما كونه من الأصنام فليس بظاهر، وقد يقال إن الله سبحانه أنطقها بذلك تكذيبا لهم يعني وردا وبراءة منهم يعني إمعانا في التوبيخ كما قلنا قبل ذلك. فقوله تعالى إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا في سورة البقرة، وفي الآية الأخرى في سورة القصص تبرأنا إليك رقم 63 تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون. ثم ذكر المعبود سبب ترك العابدين بالإيمان بالله، ده مين؟ ده المعبودون قالوا إيه إخوان الكرام؟ يعني ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكرى وكانوا قوما بورا، يعني ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكرى وكانوا قوما بورا، يعني قال ابن عباس يعني أطلت لهم العمر وأفضلت عليهم ووسعت لهم في الرزق. وقال الفراء ولكنك متعتهم بالأموال والأولاد حتى نسوا الذكرى وكانوا قوما بورا، تحذيرا يعني تحذيرا إخواني الكرام، تحذيرا لمن؟ لكل المسلمين، لكل المؤمنين، لكل العابدين.
اخواني ورا يعني. شوف سيدنا ابن عباس بيقول ايه اخواني، انتبه، اطلت لهم العمر، ضيعت العمر في ايه؟ اولم نعمركم، يعني اطلت لهم العمر وافضلت عليهم وسعت لهم في الرزق، وقال الفراء ولكن متعتهم بالاموال والاولاد حتى نسوا ذكرك. واضح اخواني؟ وكانوا قوما بورا، اي هلكا فاسدين. يعني واضح اخواني؟ يبقى كان سبب هلاكهم ايه؟ سبب فسادهم ايه؟ ان هم ايه؟ استخدموا نعم الله عز وجل في معصيه الله عز وجل. استخدموا نعم الله عز وجل ان هم نسوا ذكر الله عز وجل بشتى انواعه واشكاله يا اخواني الكرام. وقد غلب عليهم الشقاء والخذلان والبوار، يعني الهلاك والفساد. يقال بارت السلعة، بارت المرأة إذا كسدت ولم يحصل لها من يتزوجها. قال قتادة، يعني والله ما نسي قوم ذكر الله عز وجل إلا باروا وفسدوا. والله ما نسي قوم ذكر الله عز وجل إلا باروا وفسدوا يا إخواني. والمعنى يعني ما أضللناهم، يعني ده مين؟ ده الإيه؟ ده مين يا إخواني؟ يعني واضح؟ المعبودين، المعبودون اللي هم عبدوهم، ملائكة وأولياء الله وكده يعني، وعيسى وعزير، يعني بيقول إيه؟ والله يعني ولكنهم يعني ما نسي قوم يعني ذكر الله عز وجل إلا باروا وفسدوا، والمعنى ما أضللناهم ولكنهم ضلوا. قال تعالى فقد كذبوكم بما تقولون، أي كذبكم المعبودون، يعني وضع الملائكة وعزير وكذبوا الأصنام بقولكم فيهم إنهم آلهة وإنهم شركاء، أو بما تقولون أنهم أمروكم بعبادته. أنتوا كذابين وهم كذبوكم يعني ودعوكم إليها. وقيل الخطاب للمؤمنين في الدنيا، أي فقد كذبكم أيها المؤمنون هؤلاء المشركون بما تقولونه، يعني مما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من التوحيد والإيمان. والأول أظهر، يعني طبعا الأول أظهر، يعني اللي هو إيه؟ الملائكة واللي هم المعبودون يوم القيامة، يعني واضح. والأول أظهر وعليه يدل السياق، يعني ومن قرأ يعني بالياء آخر الحروف فالمعنى فقد كذبوكم بقولهم. ثم قال فما تستطيعون صرفا ولا نصرا، فما تستطيعون صرفا ولا نصرا، إخبارا عن حالهم، يعني هو الحال كده، يعني مش إيه، مش كلام، لا ده حال، إخبارا عن حالهم يومئذ، وأنهم لا يستطيعون صرف العذاب، وأنهم لا يستطيعون صرف العذاب عن أنفسهم إخواني الكرام ولا نصرهم من الله. قال ابن زيد ينادي مناد يوم القيامة حين يجتمع الخلائق، ينادي مناد يوم القيامة حين يجتمع الخلائق ما لكم لا تناصرون. الصفات يقول من عبد يعني من دون الله لا ينصر اليوم من عبده، والعابد لا ينصر إلهه، بل هم اليوم يعني مستسلمون. واضح؟ فهذا حال عباد الشيطان يوم لقاء الرحمن، فواسوء حالهم حين امتيازهم عن المؤمنين إذ سمعوا النداء وامتازوا اليوم أيها المجرمون. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم، ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. أفلم تكونوا يعني تعقلون إخواني الكرام، يعني وبذلك نقول انتهينا من تلك الآيات ونبدأ مع الآية 20. وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. وكان ربك بصيرا. قال الإمام ابن كثير يقول تعالى مخبرا عن جميع من بعثه من الرسل المتقدمين أنهم كانوا يأكلون الطعام ويحتاجون إلى التغذي به ويمشون في الأسواق للتكسب والتجارة، يعني وليس ذلك بمناف لحالهم ومنصبهم، منصب النبوة. فإن الله تعالى جعلهم من السمات الحسنة والصفات الجميلة والأقوال الفاضلة والأعمال الكاملة والخوارق الباهرة
والأدلة الظاهرة ما يستدل به كل ذي لب سليم وبصيرة مستقيمة على صدق ما جاءوا به من الله. خلي بالك يعني ده حالهم، يعني حالهم إخواني يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، يعني فقراء، يعني واضح ليه؟ إنما إيه اللي كان يلفت النظر؟ مش الفلوس، مش المنصب، مش الشهرة، مش اللباس، مش المراكب يا إخواني الكرام أبدا، إنما إيه؟ جعل لهم من السمات الحسنة والصفات الجميلة والأقوال الفضل. أيها الدعاء، أيها الآمرون بالمعروف والنهون عن المنكر، أيها الداعون إلى هذا المنهج الذين تعلن أنكم تحملون هم هذا الدين وهم هذا المنهج وتسعون يعني في الأرض لتأمرون وتنهون عن بالمعروف والنهون عن المنكر، ايه اللي بيميزكم؟ مش المركب اللي انت راكبه، مش السياره، مش اللباس والطعام والشراب، مش الشهره والمنصب الموجود ابدا، انما ايه السمات الحسنه والصفات الجميله والاقوال الفاضله والاعمال الكامله والخوارق الباهره والادله الظاهره. هذه هي الايه، يعني الا انهم لا ياكلون الطعام ويمشون في الاسواق. خلي بالك من النقطه دي، لكن انت عايز ايه؟ لا ده انت بتجل الذئب لماله؟ لمنصبه، لوضعه الاجتماعي، يعني تكلم معاه بالايه؟ بما إيه؟ يخاف ان كلمه يطلع منك يقول لك انت ما انت السياسي. لا لابد تنقي الكلام عشان يطلع ليه؟ طمعا في دنياه، مش طمعا في دينه ابدا، يعني انما طمعا في دنياه، خيبه جامده جدا جدا ايها الاخوه الكرام. ونظير ذلك في هذه الآية كما قال الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، سورة يوسف. وقوله تعالى: وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. وبعدين الله عشان يقول إيه إخواني الكرام: وجعلنا يعني بعضكم لبعض فتنة أتصبرون، وجعلنا يعني بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. أتصبرون يعني اختبرنا بعضكم ببعض وبلونا بعضكم ببعض لنعلم من يطيع ممن إيه؟ ممن يعصي. ولهذا قال الله تعالى: أتصبرون، وكان يعني وكان ربك إيه؟ وكان ربك يعني بصيرة، وكان ربك بصيرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.